السلام عليكم. التعذيب في اليمن، الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، هذه وغيرها من عناوين الوجع اليومي على هامش الحرب التي يخوضها الانقلابيون ضد اليمنيين طيلة سنتين كاملتين، جاءت في ملفات مجلس حقوق الإنسان في دورته 34 بجنيف. الملف اليمني لحقوق الإنسان المليء بالكوارث الإنسانية والذي أطلق فعاليته التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان قدم أوراقا وإحصائيات عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، بدءا بندوة الإخفاء والتهجير القسري للسكان والتعذيب في اليمن ومعاناة أسر المختطفين في سجون ومعتقلات الحوثي. أوراق تكشف بجلاء عمق مأساة اليمنيين منذ الانقلاب في اللحظة ذاتها التي يستعرض المشاركون عمق المأساة اليمنية. يتحدث الرئيس هادي للعالم عن بلاده التي تواجه واحدة من أعقد الكوارث الإنسانية من انتشار الأمراض والأوبئة والمجاعة وتراجع مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مرعب وارتفاع معدل الجريمة والإرهاب، لتتكامل ثيمة الوجع اليمني والتهديدات الإنسانية التي يتعرض لها اليمنيون. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني من جديد يفتح بدوره ملف حقوق الإنسان للمزيد من تسليط الضوء على هذا الجانب المعتم من معاناة اليمنيين. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. السجل الجريح لحقوق الإنسان في اليمن، هذا ما تقوله قاعة جنيف لليوم الثاني على التوالي على هامش فعاليات الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التي حضرت فيها اليمن كإحدى البلدان التي تعاني من انتهاكات واسعة منذ الانقلاب والاجتياح. توزعت الانتهاكات على كل الأصناف، وظهرت الميليشيا كمقاول للانتهاكات بحق اليمنيين المدنيين والعزل الذين دشنوا ثورة جوهرها حقوق الإنسان ليجدوا أنفسهم في مواجهة الفاشية مجددا. من التفجير إلى التهجير، ومن الإخفاء إلى التعذيب والقتل خارج نطاق القانون وقصف الأحياء السكنية. حضرت التفاصيل والجروح المفتوحة شملت أيضا انتهاكات في مربعات حضور الدولة الشرعية في كل من عدن وحضرموت. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أصدر تقريرين تفصيليين بقضايا التعذيب والإخفاء والاعتقال القسري في اليمن، وذلك على هامش فعاليات دورة حقوق الإنسان الحالية. وكشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في تقريره عن التعذيب في اليمن عن رصده ل 813 حالة تعذيب تعرض لها معتقلون خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى ديسمبر 2016. فريق الرصد التابع للتحالف وثق 116 حالة وفاة وقتل لمختطفين ومعتقلين، بينها 107 حالات وفاة داخل سجون تتبع ميليشيا الحوثي وصالح خلال فترة التقرير. الإحصائيات التي تم نشرها تكشف حجم المأساة اليمنية المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن، وهي تحمل في طياتها نداء مفتوحا للعالم لإغاثة اليمنيين ومساعدتهم على الخلاص من سطوة الميليشيا التي سرقت حياتهم ودمرت بلادهم، فهل ستجد تلك الاستغاثة أذنا تصغي إليها؟ إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ مطهر البوذيجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان من جنيف، وأيضا الأستاذ هاني الأسودي عبر سكايب أيضا رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات من جنيف. كذلك مرحبا بكما، مساء الخير أستاذ مطهر، مساء الخير أستاذ هاني. أهلا بكم وأهلا بكم. أهلا بكم. بداية معك أستاذ مطهر، الدورة 34 لحقوق الإنسان في اليمن، ما هو أبرز ملف تضمنته هذه الدورة وناقشته؟ شكرا جزيلا. نحن وفد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارنا جزء من المجتمع اليمني، شاركنا بوفد يضم عدد 25 ناشط وناشط مناطق اليمن جغرافيا شمال جنوب متوسط وشرق وغرب. كانت احد اهم المواضيع هي ايصال قناه الضحايا والانتهاكات الخاصه بالمدنيين في اليمن خلال العام 2016. هذه المشاركه على هامش الدوره تطرقت او احتوت على عدد. اولا في البدايه دعيني اسرد لك عدد التقارير التي عمل التحالف على انجازها وعرضها في هذه الدوره. لدينا اربعه تقارير مهمه نوعيه
خاصة في حالة حقوق الإنسان. أولاً التقرير الأول هو عبارة عن رصد وتوثيق كافة الانتهاكات، وسميناها حالة حقوق الإنسان باليمن، يعرض كافة الانتهاكات التي حدثت في اليمن. اسمح لي أستاذ مطهر، يبدو لي أن هناك مشكلة في الصوت، أعود إليك، أتمنى أن يتم إصلاحها، وأنتقل للأستاذ هاني. أستاذ هاني، يعني كان في البداية الأستاذ مطهر يعني يتحدث عن بعض الملفات التي تم الحديث عنها. هناك تقارير تضمنت جملة من أوجه العناء الإنساني، وضح لنا أنت ما هي أبرز القضايا التي حملتها الملفات في الدورة. هي دائما دورة اعتيادية وتناقش 10 بنود دائمة فيها، بما فيها البند الأول للشؤون التنظيمية، والبنود الأخرى تناقش عدد من القضايا. مثلا في البند الثالث اللي هو محل النقاش حاليا كان في القضايا الاقتصادية والتنمية وما يتعلق بها، وبالتالي في مواضيع تجنيد الأطفال ومواضيع أيضا العنف ضد الأطفال أو الإدجار بهم تندرج تحت هذا البند. الحق في الغذاء أيضا يندرج تحت هذا البند. هناك عدة كلمات ألقيت باسم التحالف اليمني الذي نشارك معه في أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بحضور جميع ممثلي الدول والمنظمات الدولية وكذلك مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ناقشت الأوضاع في اليمن. كذلك هناك عدد من الندوات التي تعقد على هذا الهامش. اليوم تناولت أنا ومعي بعض الزملاء كان في موضوع التهجير القسري الذي تمارسه ميليشيات الحوثي، وهي إحدى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم. فكما هي معروف أن التهجير القسري هو ممارسات تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية ضد مجموعات عرقية أو طائفية، وهذا ما تقوم به جماعة الحوثي، وهي مواد مجربة وفق اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك وفقا لنظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية التي اعتبرته جريمة ضد الإنسانية وكذلك جريمة حرب. نعم أستاذ هاني، يعني كم تستمر هذه الدورة وما مدى حضور الملف اليمني فيها؟ الدورة هي تستمر 4 أسابيع، بدأت منذ 27 من فبراير المنصرم وتستمر حتى 24 من مارس الجاري. موضوع اليمن هو موضوع محل اهتمام المجلس في هذه الدورة وفي الدورات السابقة نتيجة الانتهاكات الكبيرة التي تمارسها ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن، ولذلك يظل موضوع اليمن دائما محل نقاش، وعلى حتى في الندوات التي تعقد على هامش أعمال الدورة هي دورات تركز في كثير منها على القضايا في الوضع العربي وخصوصا في اليمن. تظل اليمن محل اهتمام. الندوات التي تقام على الهامش الدورة يحضرها ممثلي الدول وتحضرها أيضا المنظمات الدولية، تحضرها منظمات كبرى كهيومان رايتس ووتش وأمنيستي، منظمة العفو، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان. في الندوة التي عقدت اليوم صباحا حضرها ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وصراحة وجهت لهم بعض الانتقادات في تهاونهم في التعامل مع ميليشيا الحوثي وصالح، وطرحت عدد من الانتهاكات تضمنها تقرير التحالف. يمكن أن يتحدث عنها الزميل مطهر باعتباره المدير التنفيذي للتحالف أن يتكلم باستفاضة عن هذا التقرير، ولكننا ناقشنا كما قلت لك عدد من المواضيع كان من أهمها التهجير، واستعرضنا عدد كبير من عمليات التهجير التي قامت بها ميليشيات الحوثي في ظل صمت كبير دولي، وخاصة ونحن في الأمم المتحدة كنا نوجه أسئلتنا لماذا تصمت الأمم المتحدة، لماذا يصمت مجلس حقوق الإنسان وأداته التنفيذية التي هي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لماذا يصمتون عن عمليات التهجير الكبرى. استعرضنا استعراض تاريخي لعمليات التهجير التي قامت بها ميليشيات الحوثي، ابتداء بتهجير يهود آل سالم وهم مواطنون يمنيون. كنا في اليمن ننعم في تعايش سلمي مجتمعي معهم، إلى أن جاء الحوثيين وقاموا بتهجيرهم بسبب انتمائهم للديانة اليهودية فقط،
وهذا انتهاك كبير. واستعرضنا عقب ذلك كافة التهجيرات التي قام بها الحوثي وضربنا أمثلة كثيرة على ذلك، وخصوصا يعني وبينا الأسباب. الحوثيين يستخدمون التهجير القسري كنوع من الانتقام، كما يستخدموه أيضا كنوع من التهديد للجماعات الأخرى التي يحاولون الاقتحامها. نعم، سأعود إليك بخصوص هذا الملف أكثر أستاذ هاني بعد أن يحدثنا الأستاذ مطهر عن القضايا التي تم تناولها، أربع قضايا كنت تتحدث عنها في السابق، تفضل أكمل حديثك. شكرا جزيلا. مرة أخرى، نحن في التحالف اليمني لرفض انتهاكات حقوق الإنسان، قدوانا كان قدوة حافل. لدينا أربع تقارير سنطلقها على هامش هذه الدولة، أطلقنا تقريرين البارحة اليوم الفارق، واليوم أطلقنا تقرير عن حالة حقوق الإنسان باليمن، وبعد يومين سنطلق تقرير الرابع اللي هو عن حالات وضحايا الألغام. هذه الأربع تقارير. أما من نشوء الندوات، لدينا ثمان ندوات. الندوة الأولى حول التعذيب والاختفاء القسري، والندوة الثانية كانت تتحدث حول حالة حقوق الإنسان بشكل عام، وتطرقت إلى مواضيع عرض للانتهاكات ومعاناة الفئات الأشد ضعفا في المجتمع اليمني، وخاصة اللي هي الأطفال والمرأة. وتطرقنا لقضية كما أسلف صديقي هاني اللي هي التهجير القسري من قبل الميليشيات. وثم سنستعرض الندوة الرابعة اللي هي ضحايا الألغام وانتهاكات الحوثيين فيما يتعلق بالألغام وزراعتها في هذه الحرب لمدة عامين. بعدها سنتحدث عن التهجير والمهجرين، ثم سنتحدث عن واقع حقوق الإنسان ودور المنظمات الدولية في هذا الجانب. وكذلك اليوم كمان عقدنا ندوة مهمة حول تبييض الأطفال باليمن. هذا معظم ما شمله الجدول. بالنسبة إلى سبع لقاءات مهمة مع أبرز المقررين الخلاص لدى الأمم المتحدة المعتمدين بالفوضي السامية لحقوق الإنسان، وهم مقرر التعذيب، مقرر الاختفاء القسري، مقرر الاعتقال التعسفي، مقرر حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، ومقرر حرية الرأي والتعبير، ومقرر المرأة. هذا بشكل ملخص أبرز ما ستتضمنه فعاليات الوفد الحقوق اليمني لمدة 13 يوما من خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. نعم أستاذ مطهر، يعني ما هو يعني أو ما هي ردود فعل يعني مفوضية سامية وكل من حضروا حول ملف حقوق الإنسان في اليمن؟ كيف كانت الردود؟ دعيني أقول لك إنه يبدو أن الأصداء بدأت فعاليات المجتمع المدني اليمني تحظى بتأثير. أولا، لدى المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية الحاضرة على هامش هذه الدورة، ثم المنظمات المجتمع المدني المشاركة. نلاحظ من خلال نحن نعتبرها هذه المشاركة الخامسة، نلاحظ أن المياه الراكدة بدأت بتحرك، بدأ الاهتمام بالقضية اليمنية، بدأت بعض المنظمات تطلب بيانات ومعلومات خاصة عن اليمن، بدأت تقاريرنا تحظى بصدى إيجابي. لاحظنا اليوم لماذا يعني ما الذي جد حتى يعني بدأت المياه الراكدة تتحرك وبدأ هناك ثقة بالتقارير التي تقدمونها؟ يبدو أنه الشغل المهني اللي تعتمد عليه التقارير لا قصد صدى. يعني نحن اليوم في مثلا اليوم من خلال عرضنا لحالة حقوق الإنسان بينا أن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضد المدنيين العزل في اليمن خلال عام 2016 ارتكبتها سبعة أطراف رئيسية. المسؤولية الرئيسية والكبيرة تتحملها ميليشية الحوثي صالح الانقلابية، ثم ذكرنا عدد من الأطراف. يعني مثلا أخطاء التحالف العربي، الحكومة الشرعية، تنظيمات القاعدة، التنظيمات الإرهابية، وجهات مبهولة أخرى. كل هذه الجهات تتحمل مسؤولية ارتكاب الانتهاكات بشكل أو بآخر. ثم عرضنا بالتفصيل، يعني مثلا إذا تسمح لي فيما يخص القتل خارج إطار القانون، ارتكبت ميليشيا الحوثي خلال عام 2016 عدد 1910 حالة قتل بالقنص والقصف المباشرين. هذه النقطة، هذا العدد مهول بالنسبة للمدنيين الذين سقطوا أو الذين قتلوا خلال العام 2016.
اخطاء التحالف العربي رفض التحالف من خلال الفريق الميداني عدا 322 حالف قتل. القاعده ارتكبت 26 حالة قتل والأطراف الأخرى. هذا فيما يتعلق بالقصف. رصد التقرير كذلك عدد 7227 حالة إصابة تتحمل ميليشيا الحوثي وصالح مسؤولية 5527 حالة قتل. يعني نلاحظ أنه في عدد من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من عدد من الأطراف رصدها التقرير، وحاولنا أن نكون إلى حد ما مهنيين ومحايدين فيما يتعلق بالإنصاف والوقوف في صف ضحايا المدنيين اليمنيين خلال العام المنصرم. نعم أستاذ هاني، يعني في الورقة التي قدمتموها عن التهجير القسري على مستوى الاهتمام بقضايا إنسانية، وأنتم ربما ذكرتم حالات وذكرتم أرقام وذكرتم كشفتم عن أكثر من قصة تهجير حدثت منذ تولي الحوثيين أو انقلابهم، ما مدى التعاطي من الموقف الدولي لهذه القضايا والملفات التي تحدثتم عنها في مجال التهجير القسري؟ من الواضح جدا أن المجتمع الدولي كان نوعا ما مغيب عن الأوضاع المأساوية والانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان التي تجري في اليمن بما فيها ملف التهجير. عندما كشفنا هذه الأرقام بما فيها تهجير 3000 أسرة لوحدها في مديرية الوازعية في تعز، بالإضافة إلى المأساة الحالية القائمة في بلاد الوافي في جبل حبشي أيضا في تعز، تعاطى المجتمع الدولي معها بإيجابية. عملنا لقاءات عقب ذلك مع بعض الحاضرين من الممثلين بعض المنظمات الدولية، كانوا يتساءلون كلقاءات جانبية يتحدثون ويسألون هل هناك تقرير شامل للتهجير في اليمن. صراحة لم يكن لدينا إحصائية كاملة للمهجرين أو لمن هجرتهم ميليشيا الحوثي وصالح في اليمن، وهي جريمة تمتاز بها ميليشيات الحوثي وصالح. صراحة الأخ مطهر ذكر عدة 7 أطراف في عدد من الجرائم أو الانتهاكات ضد حقوق الإنسان تقوم بها 7 أطراف تتصدرهم ميليشيات الحوثي وصالح، ولكن في عملية التهجير تحديدا لا يوجد غير ميليشيات الحوثي وصالح هي من تقوم بالتهجير. ولذلك عندما طرحنا هذه الأرقام تعاطى معها بعض الممثلين، ونعتقد أنه سيكون في الدورة القادمة أو بعد القادمة هناك تعاطي أكبر في منع الصلاحيات أكثر والدعم للجنة التحقيق الوطنية للتعامل مع هذه القضية، وخاصة أنها كانت قضية شبه مجهولة للعالم. ولذلك عندما طرحنا المأساة الأخيرة في بلاد الوافي كان الحديث من القاعة أنها تشبه الهليكوبتر، هذه عملية إبادة ما يتم. وميليشيات الحوثي وصالح كانت دائما تقوم بهذه الانتهاكات. سأعود إليك أستاذ هاني، سأعود إليك بعد أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان من القاهرة. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور، أهلا بكم وأهلا ببلقيس. أهلا بك أستاذ نبيل. بداية يعني يتساءل الكثيرون أين أنتم كوزارة حقوق إنسان في مجلس حقوق الإنسان كتمثيل حكومي لليمن؟ نحن في طريقنا إلى جنيف. بوافد حكومي يمثل قيادة الوزارة. فإن شاء الله سأكون غدا في لاهاي ومنها إلى جنيف، لكن ما أريد أن أؤكد عليه أننا حاضرين ولدينا ردود لكافة القضايا الحقوقية والانتهاكات التي قدمت في سواء عن طريق المنظمات أو أي جهات أخرى. هل لديكم يعني تقارير خاصة بكم كحكومة بعدد الانتهاكات التي حدثت منذ يعني الانقلاب الحوثي؟ نحن سيدتي نعتمد في تقاريرنا. طبعا أولا الوزارة ليست معنية بتقديم تقارير في الأصل إلا في إطار التقرير الدوري الشامل، ولكنها هذه المرة في إطار الإعداد لتقارير سنوية أعدت تقرير شامل للعامين الماضيين، جمعت فيه ما أمكن تجميعه عن طريق الراصدين التابعين للوزارة، بالإضافة للتقارير الصادرة من منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها
نحن نعتبر التحالف اليمني للرصد أحد أهم البرايا فيما نقدمه من تقارير. يعني هناك تنسيق بينكم وبين المنظمات الحقوقية؟ بالتأكيد نحن نقوم بعملية تجميع لكل ما يضعوه من تقارير، نتواصل معهم، نقدم لهم أي تدليل لأي صعوبات لوجستية في إطار عملهم، وهذا هو أساس عمل الوزارة. نعم. إذن يعني ما مدى التنسيق أيضا بينكم وبين الجهات الأخرى المعنية بهذا الملف كوزارة الإعلام والمؤسسات الموازية في خدمة ونقل المعاناة، ترجمة يعني هذه التقارير، نقلها كأرقام للخارج، عمل فلاشات يعني توضح مدى المعاناة، يعني أنتم ترفضونهم بالإحصاءات وهم يقومون بعملها، هل هناك تنسيق من هذا القبيل؟ بالتأكيد نحن لدينا أكثر من محور في عملنا. نعم. لدينا محور لعملية رصد وتوثيق من أجل أن تكون تقاريرنا السنوية وتقاريرنا الخاصة بالتقرير الدوري الشامل وغيرها من التقارير الخاصة بالتزامات الحكومة اليمنية عبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها. فلدينا هذا الرصد والتوثيق، ولدينا ما نقدمه في إطار اجتماعات مجلس حقوق الإنسان أو في اللقاءات مع المقررين الخواص للاتفاقيات المختلفة واللجان المختلفة في الأمم المتحدة. بالإضافة لدينا أيضا مسار آخر وهو التعامل مع المنظمات الدولية المعنية في تبادل المعلومات معها والرد على استفساراتها، وبالتالي تتكون لدينا علاقات متكاملة في إطار ما يسمى بالتعاون الدولي الذي أشرف حاليا بتولي مسؤوليته. نعم. إلى جانب ذلك لدينا التواصل الداخلي مع منظمات المجتمع المدني التي نحن مؤمنين إيمان كامل أنها هي الأساس في العمل الحقوقي، وبالتالي مهمتنا تدليل الصعوبات لهم والتعامل معهم من أجل يعني عمل حقوقي متكامل وسليم وفق منهجية حقوقية صحيحة. نعم، إذا كان الله في عونكم أستاذ نبيل، يعني ونحن سنتابعكم بعد وصولكم ويعني الحديث عن التقرير الدولي الشامل للعامين الماضيين، ونتمنى أن تكون معنا في إحدى الحلقات عبر سكايب لتوضيح الملفات التي ستقدمونها هناك. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إليك أستاذ هاني، المعذرة منك يعني قطعتك وأنت تتحدث عن مأساة التهجير القسري التي حدثت، تفضل. قدمنا اليوم أرقام كثيرة في مسألة التهجير. نعم. وأكثر من قضية كما أشرت إليك سابقا، قضية دماغ من إحدى أهم القضايا التي قام بها الحوثيين، تهجير أهالي دماغ، رحلوا ما يزيد عن 12600 فرد من دماغ، وهي إحدى عمليات التهجير الكبرى على مستوى العالم. جميعنا نتذكر عندما قام ستالين في الاتحاد السوفيتي بتهجير 300000 من مسلمي القرن وقضي بعضهم في قطارات شحن، وهذه العملية يمكن أن تقاس بما يقوم به بما قام به ستالين في حينه، يمكن أن تقاس 12600 ليس بالعدد الهين، وهي جريمة كبرى وجريمة فظيعة. اليوم كنت أرى بعض الحضور يتصبب عرقا وهو يستمع لهذه الأرقام التي ذهل لها الموجودين. بصراحة أنا أناشد أيضا زملائي في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أن يكون أحد قريرهم القادمة متخصص في عمليات التهجير، لأن الأرقام كبيرة وفظيعة، ومن حق العالم أن يطلع على هذه المأساة الإنسانية. صحيح. لكي يستطيع العالم وتستطيع الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات حازمة تجاه الحوثيين وصالح بسبب عمليات التهجير هذه. طيب أستاذ مطهر، يعني أنتقل إليك بالفكرة الأخيرة التي طرحها الأستاذ هاني، موضوع ملف التهجير القسري. يعني يحدثنا أنه كما اتضح واليوم هم يتحدثون عن هذا الملف ومدى يعني العدد المهول من الأرقام التي تم طرحها في أكثر من جهة، أسر يعني كما هي تم تهجيرها، هل يعني تتوقع يعني هذا التغييب الحاصل، يعني نحن نتحدث عن عامين من الانتهاكات التي قامت بها جماعة الحوثي، يعني أين المجتمع الدولي؟ هل هم بانتظار تقرير من منظمة حتى يتحركوا ويشعروا أن هناك خطر فعلا؟
يبدو في اعتقادي انه الموضوع له بعدين، البعد الاول تتحمل المنظمات المحليه الحكوميه ونحن جزء منها. نعم. نحن لم نعمل خلال العامين الماضيين على إصدار تقارير نوعية فيما يخص النزوح والتهجير. نعم. ولقينا من خلال الدورتين هذه الدورة والدورة السابقة بعض الملاحظات وبعض الفيدباك الحقيقي بضرورة إعداد، ونحن ملتزمون ومن على منبر بلقيس أنه إن شاء الله في الدورة القادمة سيكون هناك تقرير نوعي عن مشكلة التهجير والنزوح في اليمن. هذه نقطة. النقطة الثانية تتحملها المنظمات الدولية أو البعد الآخر، تتحمل المنظمات الدولية. يبدو أن المنظمات الدولية تتعامل كما قلت سابقا وفق سياسة وفق سياساتها، وهذا له علاقة بالجانب السياسي والجانب الخاص برؤى هذه المنظمات. ولا من المس خلال الفترة الماضية أو الحالية أي اهتمام فيما يخص مسألة التهجير الذي نعتبرها أو نصنفها وفق قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كرائم حرب. تعرضت عدد من المناطق في اليمن لحالات تهجير ونزوح قسري فرض عليها من قبل الميليشيا، آخرها ما تحدث عليه زميلنا هاني في منطقة الوافي وتحديدا في منطقة تبيشعة. هذه جزء. الجزء الحالات السابقة التي ذكرت أعتقد أن الأرقام الواردة من الميدان أرقام كبيرة، ويجب الاهتمام بهذه النقطة. ونحن نعد يعني ونحن الآن سنعمل على الاهتمام وإلى هذه القضية اهتمام خاص في مسألة في إعداد تقاريرنا المستقبلية. نعم، خاصة بعد يعني مناشدة الأستاذ هاني لكم يعني الانتباه لهذا الملف الحساس والخطير. نعم أستاذ مطهر، إذا يعني هناك بعض الاستفسارات والملاحظات يطرحها المتابعون يعني عن حول ما هي طبيعة الفريق الذي يمثل الجانب اليمني؟ أولا وفد مجتمع حقوقي، أعتقد أنه أستاذ يعني رافق سفر الوفد الحقوقي كثير من اللغط. نحن بالتحالف اليمني لحقوق الإنسان نعتمد على منهجية بسيطة في مسألة تمثيل الوفد الحقوقي، وعادة في اختياراتنا نعتمد على الجانب الجندري والجانب الجغرافي، ويهمنا كثيرا المهنية والخبرة فيما يتعلق بالجانب الحقوقي. وفدنا هذه السنة وفد كبير، واعتقد انه وفد نوعي، ضم قرابه 27 مشارك يمثلون منظمات مجتمع مدني، شخصيات اعلاميه اكاديميه ونسويه. وهذا جانب. الجانب الثاني من خلال اداء الوفد الحقوقي نلمس تطور كبير هذه الدوره عن بقيه الدورات الماضيه، وهذا الفيدباك الحقيقي اللي لمسناه من خلال اليومين السابقين وصل لنا من زملائنا في المنظمات في بعض المنظمات الحقوقيه والدوليه التي تعمل معنا. هناك تطور على مستوى اعداد التقارير الحقوقيه، هناك اداء نوعي بالنسبه لالقاء الكلمات في البنود العشر المعتمده في مجلس حقوق الانسان، في المشاركات في الندوات، وكذلك في التعريف بالقضيه والانتصار لقضايا المظلومين والضحايا داخل اليمن. نعم، إذا يعني ربما هناك أيضا تساؤل حول آلية اختيار هذا الفريق، هل هناك يعني معايير معينة يتم اختيار الفريق بها؟ صحيح، يعني نحن باعتبارنا مجتمع مدني، أولا المعيار الأول أنه الانتماء للمهنة، أنه معظم المشاركين يتمتعون بخلفية حقوقية وينتمون إلى منظمات عاملة ومنضمة في إطار التحالف اليمني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية البعد الجغرافي، أنه نحرص أنه الوفد الحقوقي يجب أن يمثل عدد من مناطق اليمن. يعني مثلا لو تلاحظين لدينا تسعة ممثلين من الجنوب، عدد بالنسبة للإطار الآخر الشمال، يعني لاحظ أنه لأول مرة الآن يضم الوفد شخصيات حقوقية من مأرب مثلا. هذا الجانب. الجانب الآخر نشرك بعض الشخصيات الأكاديمية والحقوقية
المتواجده مثلا في اوروبا وفي جنيف بالتحديد حتى يكون سندا وعون للفريق القانوني. هذه لا توجد معايير محدده، ولكن نحن ننظر الى هذه الابعاد باعتبارها معايير اساسيه لاختيار المشارك فيه. نعم. إذن تنضم معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان السابقة من جنيف. مساء الخير أستاذة حورية. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذة حورية. بداية، وجهتم دعوة للمنظمات والمجتمع الدولي ووسائل الإعلام العربية والدولية أيضا إلى كشف جرائم ميليشيا الحوثي التي ترتكبها ضد المدنيين العزل، وأيضا ضرورة إطلاق سراح السجناء والمختطفين. هل هناك أي بوادر استجابة لهذه الدعوة؟ حقيقة نعتقد، وكثير يشاركوني أيضا هذا الرأي، لأنه بالنسبة للدورات مجلس حقوق الإنسان وخاصة الدورة هذه التي نحن بصددها الدورة 34 مجلس حقوق الإنسان، هي من المحافل الدولية المهمة والتي يسمع فيها رأي المجتمع المدني، يسمع فيها رأي الحكومات وأيضا المنظمات الدولية وال على المستويات كلها موجودة. فلا شك لأنه الأوراق العمل، الأوراق البحثية التي قدمت جسدت أصبحت ما يحتمل في اليمن والانتهاكات الخطيرة التي تحصل في اليمن. وهناك كان حضور في الندوات التي عقدتها المنظمات المجتمع المدني اليمنية الرافضة لتلك الانتهاكات، كان هناك حضور جيد، كانت هناك وسائل إعلام تستمع علينا، وكان في رسائل وتوصيات مباشرة للمجتمع الدولي أنه ينبغي أن يتحملوا أيضا مسؤوليتهم. نحن بصدد كنا قرارات دولية، ونحن أيضا أمام انتهاكات للقوانين الوطنية للدستور اليمني، وأيضا أمام انتهاكات لالتزامات اليمن. اليمن ملتزمة بكثير من الاتفاقيات الدولية، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كثير من الاتفاقيات الدولية، ولهذا اتفاقات حقوق الطفل. ناقشنا موضوع تجنيد الأطفال، تعذيب المعتقلين، اختطاف النشطاء السياسيين، النشطاء الحقوقيين، كل هذه القضايا الآن مطروحة على أجندة مجلس حقوق الإنسان، وينبغي أن يسعى أيضا مع الحكومة الشرعية، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان لإنفاذ القرارات السابقة والتوصيات السابقة بهذا الصدد. نعم. طيب أستاذة حورية، كيف تقيمين تعاطي المجتمع الدولي مع القضية اليمنية وتحديدا الملف الحقوقي؟ حقيقة حتى هذه اللحظة وحتى أنا اليوم من العروض الذي استمعت إليها ومن مداخلات الكثير، ما زلنا لا نشعر بكثير وكثير من الرضا، لأنه حتى الآن مرت سنتين المجتمع الدولي لا يستطيع أن يساعد أيضا بصورة فاعلة في إنفاذ القرارات والتوصيات الذي هم اتخذوها. نحن الحقيقة أمام إشكالية، هل هي إلى هذا المستوى أو إلى هذه الدرجة يعني من الضعف ومن عدم القدرة على إنفاذ القرارات التي اتخذوها والتوصيات التي وجهوها لليمن أو بصدد حل المشكلة اليمنية. فنشعر إلى حد ما الحقيقة ببعض الخذلان، لكن أيضا هناك رسائل تبدو إلى أنها إلى أنهم سيسعون إلى إنفاذ تلك التوصيات أو إلى إنفاذ تلك القرارات. ما زالت هناك جهود تبذل بهذا الصدد. نعم. إذا شكرا جزيلا لك أستاذة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان السابقة، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. عودة إليك أستاذ هاني. أستاذ هاني، يعني تحدثت الأستاذة حورية حول أن المجتمع الدولي خاصة الحقوقي منه يعني لا يستطيع تنفيذ القرارات التي اتخذها في جلسات سابقة ولا التوصيات التي قدمها لأجل اليمن، وهناك بعض الإحباط الذي يتسرب، يعني هناك إعادة ربما لعدد، أو ليس إعادة بالضبط وإنما زيادة في عدد المنتهكين حقوقهم من قبل جماعة الحوثي دون إجراء أي يعني خطوات أو خطوات تنفيذية أو يعني تنفيذ للتوصيات التي قدمت. كيف يمكن أن تعلق على هذه النقطة؟ صراحة المجتمع الدولي بدأ في دعم اللجنة الوطنية دعم إنشاء اللجنة الوطنية كانت لحقوق الإنسان،
دعيني أو أيضا في هذا الشأن أن أشكر التحالف اليمني لرفض انتهاكات حقوق الإنسان. التحرك اليمني حرك المياه الراكدة بعد أن كانت قضية اليمن كادت أن تصبح قضية منسية حقوقيا. التحالف اليمني وهو مكون كما قال الزميل مطهر من عدد المنظمات بنشاطاته الدورية في كل الدورات الاعتيادية لمجلس حقوق الإنسان، مع العلم أن الدورات الاعتيادية لمجلس حقوق الإنسان هي أكبر محفل حقوقي يتم في العالم، وبالتالي في مشاركته دائما بالوفود الحقوقية ساعد على تحريك المياه الراكدة وساعد في لفت انتباه العالم إلى قضية اليمن حقوقيا. صحيح أن هناك قرارات تصدر من مجلس الأمن وهو أكبر مؤسسة المفترض أن تكون لقراراتها إلزامية دولية، هناك نوع من التجاهل أو عدم تفعيل هذه القرارات، ولكن نحن لا نستطيع أن نقول أن هذا شأن العالم ونسكت. لابد أن نتحرك، لابد أن نوضح أكثر للعالم، وأعتقد أنه في مجلس حقوق الإنسان ولو أنه مجلس سياسي بالأساس، هو صحيح أنه مجلس حقوقي ولكنه مجلس مشكل من دول، وبالتالي لكل دولة مصالحها في هذا الشأن، ومن الصعب أن 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 أن, أن, أن أن تبعد الدول عن مصالحها وتستجيب، ولكن نحن في مجلس حقوق الإنسان وإن كان مجلسا سياسيا مشكلا من الدول، ولكن تتواجد فيه المنظمات الدولية أيضا الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، وهذا ما نسعى نحن فيه إلى الضغط على هذه المنظمات، لأنه هي أيضا باستطاعتها الضغط على الدول في وجود قرارات تصب في صالح تحقيق العدالة للمنتهك حقوقهم في اليمن. نعم، إذا عودة لك أستاذ مطهر، بالنسبة يعني كونك باحث في مجال حقوق الإنسان وهناك أيضا يعني تراخي في مسألة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل مجلس حقوق الإنسان والذي تحدثت عنه الأستاذة حورية، والذي ربما يشعر ببعض الامتعاض والخيبة، خيبة الأمل في هذا الجانب، كيف يمكن يعني لكم أنتم كمركز أو يعني كتحالف لرصد هذه الحقوق أن يعني تسهموا في إبراز مأساة اليمنيين خارج إطار ندوات جنيف؟ يعني لا نريد أن نستمع لملفات أو تقارير فقط في انعقاد دورات مجلس حقوق الإنسان، هل يمكن أن تخرج هذه التقارير في يعني للعالم دون مجلس حقوق الإنسان في جنيف؟ أولا دعيني أشير إلى نقطة مهمة، التأثير على المجتمع الدولي ومن ضمنه مجلس حقوق الإنسان يأتي في إطار عدد من النقاط. النقطة الأولى أنه دور المجتمع المدني وإبراز هذه الانتهاكات وإيصالها إلى هذه المنظمات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مسألة الضغط والمناصرة الأدفوكاسية والعمل على نقل مأساة اليمنيين والمدنيين والانتهاكات بشكل عام، والتشكيل قوى الضغط داخل مثلا داخل هذه الهيئة. يجب في استراتيجيتنا سنقعد أو سننظم عدد من الاجتماعات الهامة مع المجموعات التي يتشكل منها مجلس حقوق الإنسان، مثلا لقاء مع المجموعة الأوروبية، لقاء مع المجموعة الآسيوية، لقاء مع مجموعة أمريكا اللاتينية ومع المجموعة العربية بالتأكيد. هذه اللقاءات ستساعد على إبراز الصورة الحقيقية لهذه الانتهاكات ومسألة الاهتمام بالقضية في اليمن. ونحن الآن نلاحظ أن المجلس في كل دوراته يبرز حيز أو جزء من للقضية اليمنية، هذه نقطة. النقطة الثانية التحرك على المستوى والأطر الخارجية، يجب أن نشكل كذلك قوة ضغط بالنسبة للمنظمات الدولية وتعديل تقاريرها والمعلومات الخاصة التي تصدر عنها، لأنه معظمها تأتي في إطار سياسي وغير مهني. كذلك إيصال هذه القضايا وهذه الانتهاكات والصورة بشكل عام إلى محافل أخرى، مثلا لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، الهيئات الأخرى، اليونيسف، المفوضية السامية والمقررين. هذه المنظومة بشكل عام متى ما أنجزت أو متى ما تم التحرك عبرها سنلاحظ أن الصورة تغيرت، وبدأ الاهتمام الحقيقي بالانتصار للضحايا والاهتمام بالقضية في الانتهاكات في اليمن.
نعم. إذن عودة إليك أستاذ هاني، يعني بالنسبة لي يعني النقاط التي ذكرها الأستاذ مطهر أنه بالتواصل مع جهات أخرى غير جنيف كلجنة العقوبات والهيئات الأخرى مثل اليونيسف والمفوضية السامية ويعني أماكن أخرى يمكن إبراز القضية الإنسانية اليمنية بشكل أكبر، ماذا عنك؟ يعني ما هي الأفكار التي يمكن أن تتحول قضية الانتهاكات في حقوق الإنسان إلى هاجس فعلا أمام المجتمع الدولي بصورته الحقيقية غير المغلوطة؟ أولا أعتقد أن استمرار الضغط هو عامل إيجابي جدا. لا. استمرار مشاركة التحالف وغيره من المنظمات الأخرى في محفل مجلس حقوق الإنسان في دوراته الاعتيادية هو عامل إيجابي جدا. الشيء الآخر، نحن بحاجة إلى أن نقيم أكثر من فعالية في أكثر من عاصمة أوروبية. لماذا لا نذهب إلى لاهاي؟ لماذا لا نذهب إلى بروكسل في الاتحاد الأوروبي؟ لماذا لا نذهب إلى أماكن أخرى؟ أعتقد أن استمرار الفعاليات مع وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي سيكون له صدى إيجابي أكبر في تعريف البرلمانيين، في تعريف صناع القرار، جماعة الضغط الموجودة في هذه الدول على ملف حقوق الإنسان اليمني، وهذا سيكون عامل إيجابي في الضغط على حكوماتهم في للتصويت في أي قرارات من شأنها الضغط على جماعة الحوثي وصالح لوقف هذه الانتهاكات. أعتقد أو لمن هم خلف الستار، نحن نقصد أحيانا إيران في من تدعم الحوثيين وصالح، ولكن استمرار الضغط في حد ذاته هو عامل إيجابي مع استمرار فعاليات أخرى كما قلت في خاصة في دول الاتحاد الأوروبي سيكون لها عامل إيجابي جدا في الضغط وإيقاف تلك الانتهاكات وأيضا تحقيق العدالة لمن تم انتهاك حقوقهم. نعم. إذن أستاذ مطهر، لو تحدثنا عن يعني الشارع في الدول الديمقراطية التي ربما هو الأبرز في صناعة توجهات هذه الدول وقراراتها، كيف يمكن يعني نحن نعلم أن كثير من الدول للأسف الشديد تجد الأمر مغلوطا تماما في اليمن، تراه بأنه حرب السعودية على اليمن بهذه الصورة، متناسية تماما أو لا علم لديها بكوارث الانقلاب وما الذي حدث وخفايا هذا الانقلاب من إخفاء قسري، من قتل يعني مباشر، من تعذيب في السجون، من تهجير قسري أيضا. كيف يمكن أن تصل هذه التقارير بصورتها الصحيحة دون غض الطرف عن أي منتهك لحقوق الإنسان للناس في هذه البلدان لتتعرف أكثر ما الذي يحدث في اليمن؟ يعني كنا قبل فترة لدينا حلقة حول هذا الأمر، نكتشف أن يعني كثير من اليمنيين يعني الذين يعيشون يقطنون هذه البلدان لا توجد لديهم حتى المواد لكي يروجوها للناس لكي يعرفوهم بماذا يحدث في الداخل، وطلبوا من يعني على الهواء من أي جهة يمكنها أن تمدنا بهذه التقارير ونحن سنقوم بترجمتها ونقلها عبر الجاليات. كيف يمكن أن تستغل هذه النقطة؟ شكرا جزيلا. هذه النقطة غاية في الأهمية. نلاحظ أنه كما أسلفت أنه معظم الرأي العام والمواطنين أو وخصوصا في أوروبا مغيبين عن صورة ما يحدث في اليمن، وهذه تتحمله في اعتقادي عدد من الجهات. أولا الحكومة الشرعية ممثلة بالخارجية والدبلوماسية اليمنية دورها ضعيف جدا، ويجب الاعتراف أنه يجب أن يهتموا بهذا الملف، ويبدو لي من خلال اتصالاتنا الأخيرة يبدو أنه بدأ الاهتمام بهذا الجانب. هذه نقطة. النقطة الثانية، دور الجاليات والمنظمات الخاصة بالمواطنين اليمنيين داخل هذه الجهات في حاجة إلى أن تنشط وأن تعمل على إبراز الصورة الحقيقية لما يحدث في اليمن، وبعدها يتحمل المجتمع المدني مسؤولية أخرى في إبراز وإيصال الصورة ما يحدث من انتهاكات خاصة باليمن. كما قلت الصورة مختلفة تماما هنا في أوروبا لدى الشارع العام، لدى المواطن العادي. المواطن العادي يرى أنه ما يحدث في اليمن تقع مسؤوليته على دول أخرى، وأن الحرب قائمة من دولة إلى على دولة. ما هذه النظرة لدى الكثير؟ هذه النظرة السائدة. نحن تواصلنا مع عدد من مسؤولي الجاليات في الدول
وسننظم وقفة احتجاجية كبيرة في 11 مارس إن شاء الله. لدينا تواصل مع الجالية اليمنية في ألمانيا وفي هولندا وفي النرويج والسويد وفرنسا. سنعمل على تحريك الديالوج وإيصال. نحن الآن استحبنا عدد من التقارير والصور وسنسلمها لهذه الجاليات ونطالبها بعقد عدد من الفعاليات. وكذلك بالنسبة للإعلام يجب أن يلعب الإعلام دور بارز في إبراز الصورة وتغيير يعني لم نلحظ أي مقال أو أي مادة صحفية منشورة في الصحف الأوروبية بالتحديد تتكلم عن واقع الانتهاك في اليمن، وهذه باعتقادي كمان مسؤولية عدد. إذن بالنسبة يعني الحكومة اليمنية وأدائها الضعيف ربما سيصلون إليكم في الغد، عليكم أن يعني تشدوا الهمة معهم في هذا الجانب وكذلك بقية النقاط التي ذكرتها. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين، الأستاذ طاهر البديجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، والأستاذ هاني الأسودي رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات، كنتما معي عبر سكايب من جنيف. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.